صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما جرت العادة والحمد لله، كل مرة تأتينا رعية، يأتينا أخ أو أخت ليعتنق الإسلام. اليوم تحضر معنا أخت فرنسية، هذه الأخت تبلغ من العمر 21 سنة، عمرها 21 سنة، اختارت اسم ابتسام. هذه الأخت اختارت اسم ابتسام، فرنسية، فرنسية الجنسية، ديانتها السابقة كانت نصرانية. الشيء لما سألناها، لأن كل إنسان ليدخل الإسلام إلا وكاين حاجة، إلا وكاين سبب اللي دفعه باش يقتنع بهذا الإسلام، ونحن ندرك يعني، وكما دائما تعرفوا بأن الإسلام يعيش يعني هجمات شرسة، أرادوا أن يشوهوا الإسلام، لكن الحمد لله الله عز وجل يتم نوره، الله عز وجل يتم نوره. هذه الأخت يعني قصتها من أعجب القصص. لما سألناها كيفاش حتى دخلت للإسلام وما الذي دفعك للإسلام، هي تقول كاين واحد الشيء الطرفية، هو هذاك الأجواء اللي عندكم أنتم المسلمين في رمضان، جلسات وتكافل وتراحم، الغني يتفكر الفقير والغني يتفكر المحتاج إلى غيره. قالت هذه من الأسباب اللي أثرت فيها. وهذه الأخت يعني تقول، والناس اللي يعني كانوا السبب اللي جابوها والحمد لله رب يبارك فيهم، يعني كان لها إنسان جار مسلم، هو من المسلمين من دولة عربية، يعني وقع له حادث مرور ومات أمامها، وحضرت مراسم الجنازة في بيت هذا الفقير، فتأثرت بتلك الأمور والقرآن الكريم إلى غير ذلك. من ذلك اليوم حوالي سنة بعد ما خرجت من الجنازة تحجبت ولن تنزع الخمار من فوقها. الحجاب ما دلعتوش في سنة قبل أن تدخل الإسلام، وتأثرت بتعاليم الإسلام، وها هي اليوم جاءت لتعلن أمامكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمنيتها الوحيدة تقول، هي تقول: أمنيتي الوحيدة أن أقف على قبر رسول الله وأرى الكعبة المشرفة. نسأل يبلغها، إذن ستعلن أمامكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله، رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله، وأن محمدا محمدا رسول الله، رسول الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله، وأن محمدا محمدا رسول الله، رسول الله. رضيت رضيت بالله ربا ربا وبالإسلام وبالإسلام دينا دينا وبمحمد وبمحمد نبيا نبيا ورسولا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أحيها على الإسلام، اللهم ثبتها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبتها، اللهم ثبتها، اللهم ثبتها. اللهم إنا نسألك، وسبحان الله، بالأمس أخوتنا من بني جدتنا يحيون هذه الليلة بالمعاصي وبالمجون وبالخمور وبالسفور، ونحن اليوم نستقبل فرنسية تعتز بالإسلام. فرنسية هذه الأخت لما دارت الحجاب ودارت الخمار، الأم انتها طردتها من البيت، أمها خرجتها من البيت، وتحملت وتحملت ولا زالت تتحمل، لأن أمها يعني مسيحية مطبقة متشدة في دينها، يعني سبحان الله، هي يعني قابلت كل أحد الحجاب تقيسها وراي ترضمها، لكن لا، قالت رضا الله أولى. اللهم يا رب، من كان سبب فيه ناس كانوا سبب اللي يعني علموها الإسلام، وقفوا معها وجوها، جزاهم الله خير الجزاء، قوى الله شوكة الإسلام والمسلمين. آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد.